بيكون في حلقة جديدة النهاردة. فيديو جديد هنتكلم فيه عن رجل من أكثر الرجال جاذبية وأكثر الرجال غموض. أكيد عرفتوا من هو ذلك الرجل. هو رجل برج العقرب المائي الغامض جدا جدا. هنتكلم النهاردة عن إزاي تقدري تجذبي رجل برج العقرب. يعني النهاردة الفيديو موجه لكل الستات اللي معجبين برجل برج العقرب، إزاي نقدر نأتراكت أو نجذب رجل برج العقرب. طبعا احب اقول ان ده رجل من اصعب الرجال في التعامل معاهم، عشان هما كتومين جدا، غامضين جدا جدا، مش بيبانوا مشاعرهم بسهوله، وصعب الوصول اليهم وصعب الوصول الى قلبهم. فبالتالي يعني انت في معركه صعبه مش معركه سهله. كالعاده بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناه وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقولوا بتتفرجوا عليا من فين وانتوا برج ايه. طيب، رجل برج العقرب صمت وقمت وغمض وصعب، اوكي. طيب، رجل برج العقرب هو ماني قوي، يعني راجل رجولي جدا جدا. عشان تقدري تجذبي هذا الرجل لازم تكوني انثى كاملة الانوثة، يعني تتصرفي معاه بانوثة، تكوني انثى في تصرفاتك، انثى في لبسك، انثى في طريقه كلامك، انثى في مشيتك. يعني تبقي انثى مش بس في شكلك، وتبقي يعني انثى مش معناها جميله، انثى يعني يكون تصرفاتك فيها انوثه وفيها فيمينينتي. يعني تبقي اتراكتيف بالفطره، تبقي تلقائيه، تبقي طريقتك فيها انوثه، اوكي. يعني رجل برج العقرب من الرجالة العميقة شوية، هو مش رجل سطحي خالص، يعني هو مش من الرجالة التافهة، يعني سوري ان انا اقول كلمة تافهة، اللي بتهتم اهم حاجة عنده شكل الست او المظهر الخارجي. لا، هو شخص عميق بيروح ناحية الروح، وخاصة ان هو شخص غيور وشكاك جدا جدا. فرجل برج العقرب مش الرجالة اللي بتنبهر بالشكل من غير ما يبص للجوهر اطلاقا يا جماعة. فهو قبل ما هيبص لشكلك هيبص لطريقة كلامك، هيبص لابتسامتك، هيبص لنظافتك الشخصية، لانه شخص نظيف جدا جدا، عاشق للنظافة. برج العقرب من الابراج اللي عندهم OCD نظافة، زيه زي العذراء زي الدلو، اوكي. طيب، رقم اتنين، انت تكوني ست مرحة، ست فرفوشة، دمك خفيف. هو بيحب الستات اللي دمهم خفيف، بيحب الستات اللي مش نكدية، هو بيكره الستات النكدية دراماتيك. يعني هو مش بينجذب للست اللي يحس ان هي دراماتيك، بالعكس بتجذبه الست الفرفوشة اللي دمها خفيف، اللي بتحب الهزارة، عندها تلقائية في النكتة، اللي دايما مبتسمة، اللي دايما بتضحك. تالت نقطة، هو راجل بيحب الاهتمام، يعني هو بيحب الاهتمام المبني عن حب، الاهتمام الطبيعي. يعني ولا انت تتقلي عليه بقى وتبقي صعبه جدا وكده، ولا انت تهتمي بيه بطريقه اوفر. بس هو برج العقرب من الابراج اللي بتحب الاهتمام، بس تحب الاهتمام المعتدل، ولا احنا ندلق عليه قوي ولا احنا نتقل عليه قوي، يبقى في اعتدال في الاهتمام، او الاهتمام اللي هو ناتج عن حب، اهتمام ناتج عن يعني تكوني بتهتمي بيها من قلبك، مش بتمثلي الاهتمام. هو بيكره الست اللي بتمثل. هو ذكي جدا جدا، وعنده قدره على ان هو يختبر يعني صدق مشاعر الشخص اللي قدامه، يعرف هي فعلا مشاعر صادقه ولا مشاعر تمثيل وكذب، وبيكره الكذب جدا. يعني لو فكرتي تكذبي على رجل برج العقرب، اعتبري ان العلاقه دي انتهت من قبل ما تبتدي. عنده جهاز استشعار ناحيه الكذب، بيعرف الناس الكذابه وبيحس بيهم بطريقه غير طبيعيه. بس برضو اللي لازم تاخدوا بالكم منها ان رجل برج العقرب من الرجاله الهاديه، او الرجاله البطيئه، او الرجاله المش متسرعه المش مندفعه. فبالتالي لو انتوا داخلين في علاقه او في ريليشن شيب مع برج العقرب، لازم عندكم صبر وعندكم حكمه كده، عندكم على الهادي يا زبادي، يعني تدوا له وقته، لان برج العقرب مش سهل يقع في الحب، مش سهل انبهاره، مش سهل ان هو يعني حد يقدر يجذبه. فبالتالي علشان نقدر نجذبه لازم نبقى بنتكتك بالراحه كده، ندي له وقته. هو مش متسرع، بياخد وقت، لان هو شكاك جدا جدا ومش سهل يثق في حد. فبالتالي عشان نكسب ثقه برج العقرب لازم نديله السبيس بتاعته، لازم نديله وقت كافي جدا جدا ان هو يفكر ويحس وحاجات كثيره جدا جدا. طيب، رجل برج العقرب
هو راجل غيور جدا وشكاك جدا جدا، فلازم ما تقعديش تثيري غيرته، لان هو لو حس بالشك من ناحيتك او قله ثقه او ان هو بيغير عليكي قوي، ساعتها هيمشي. هو مش عايز حاجه، مش عايز علاقه مجهده، مش عايز علاقه متعبه بالنسبه له، لان هو غيور قوي. فبالتالي لو انت بتفضلي تستفزيه، عندك ناس كتيره تحكي عن ناس كتيره، دي حاجه بتستفزه جدا وبتبعده، لان هو من اكثر الرجاله الغيوره اللي ممكن تقابليها في حياتك اللي عندهم حب تملك. فبالتالي الحاجه بتاعته والحاجه اللي هو بيحبها والحاجه القريبه منه مش عايز حد يقرب منها غيره، مش عايز حد يعني يهوب ناحيتها غيره. فبالتالي بلاش النقطه دي برده، لان النقطه دي من النقط الصعبه جدا مع رجل برج العقرب. رجل برج العقرب بيحب الست الذكيه، بيحب الست الواثقه في نفسها، بيحب الشخصيه القويه، بيحب الشخصيه القياديه، بيحب الشخصيه الناجحه اللي عندها طموح. ما بيحبش الست الهاديه اللي قاعده في البيت ما عندهاش اي طموح، ما عندهاش اي اهداف. لا، هو بيحب الست اللي عندها كارير، اللي عندها بلانز، اللي ناجحه يعني، او الست الواثقه في نفسها اللي عارفه امكانياتها. كمان رجل برج العقرب بيحب الست النشيطه كده، اكتف، اللي يحس ان دماغها حاضره، اللي مثلا هو بيحب المغامره، بيحب الحركه كتير، بيحب الحاجات الجديده، عايز ست تحس ان هو بتشاركه الحياه، بتنطلق معاه، تطلع في دماغه فكره تقوله يلا بينا. كمان مش بيحب الست اللي تهمده، اللي هي الكسوله القاعده كده في البيت ما بتعملش اي حاجه. لا، هو بيحب الست اللي بتشتغل الناجحه العمليه واللي عندها اهداف وطموحات. كان راجل برج العقرب بيحب الشخص اللي مش سهل، يعني هو بيحب الناس تقيله. فبالتالي مش حلو ان انت تديلي عليه، بس في نفس الوقت ان انت ولا تكوني مدلوقه قوي ولا تكوني تقيله قوي، يعني الحته اللي في النص. لان برضو انت لو بقيتي تقيله قوي هيحس ان انت مش مهتميه بيه، فهيحس لا ان هو مش دي العلاقه اللي بيدور عليها، وبرضو بيحب الاهتمام. فلازم نعمل بالانس في حته الاهتمام وحته التقل. هو بيحب الشخص الصعب الوصول اليه، اللي يحس ان هو تعب علشان يوصل له. فبالتالي دي برضو نقطه مهمه جدا جدا لجذب مولود برج العقرب. رجل برج العقرب بيحب الناس اللي ترانسبيرنت، اللي هم الناس التلقائيين، الناس المتواضعه، الناس الحقيقيين. بيكره الناس الفيك. هو مش بيحب الناس الفيك خالص، مش بيحب الناس اللي بتمثل، مش بيحب الناس اللي بترسم شخصيه تانية غير شخصياتها المغروره. بيكره يعني رجل برج العقرب ما بيحبش الست المغروره، ما بيحبش الست اللي شايفه نفسها، بس في نفس الوقت يحب الست الواثقه في نفسها. في فرق ما بين الثقه في النفس وما بين الغرور. فبالتالي لو انت واثقه في نفسك دي حاجه تجذبه، اما لو انت مغروره دي حاجه هتطفشه وتبعده عنك. دي اهم الصفات اللي بتجذب رجل برج العقرب الجذاب الصعب الوصول اليه، لان برج العقرب لا، رجل برج العقرب رجل جذاب جدا واتراكتيف، ويا هناها يا سعدها اللي هترتبط برجل برج العقرب، لان في مميزات كتير جدا خلونا نتكلم عنها في فيديو تاني. بشكركم، قولوا لي الكلام ده بيتفق، يا ريت اي رجل عرب يقول لي بقى ايه اكتر حاجه بتجذبه في الست لو هو بيتفرج علينا. قولوا لي الكلام ده مظبوط معاكم ولا لا. استاذ برج العقرب قولوا لي اكسبيرينس بتاعتكم في الارتباط والاعجاب والكراش على برج العقرب. انا بالنسبه لي كراش، انا من محبي وعشاق برج العقرب، وبحس ان هما فعلا they are attractive وفيهم مميزات كتير جدا. واكيد كلكم تعرفوا السبب، السبب ان بابايا رجل برج العقرب، بحبك جدا جدا يا بابايا، فاكيد يعني هذا البرج يستحق الحب. شكرا، I love you all. قولوا لي اتفرج على فين، اعملوا شير كتير لاي حد تعرفوه من برج العقرب عشان يشاركنا برايه، وكمان او مرتبط ببرج العقرب او بيحب حد من برج العقرب. Thank you، بحبكم، باي باي، مع السلامه.